الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. انتشر فيديو لأحد إخواننا المسلمين من الجزائر حينما قام بزيارة لمدينة رسول الله للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بعمرة كما هو متعارف عليه عند المسلمين. فالعمرة يؤديها الإنسان طوال شهور العام. فخرج هذا الفيديو وقد انتشر انتشار النار في الهشيم، يحكي أنه وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قائد المجاهدين عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الذي ابتغى العزة للأمة عليه الصلاة والسلام، الذي دفعها إلى ساحة العز عليه الصلاة والسلام، الذي ينصر المسلمين عليه الصلاة والسلام، الذي يبين لهم طريق الإسلام الرفيع، الجود بالأرواح دفاعا عن الدين عليه الصلاة والسلام. قال: وفي مسجد رسول الله وبطيب خاطر، أي بحسن نية، ويشير أنه لا علاقة له بالسياسة ولا الحديث في السياسة، وهو معروف أنه من رجال الدين، لا يتحدث في هذه المواضيع التي قد تجلب للإنسان الكثير الكثير من المشاكل، فقد حدد هدفه وهو الدعوة إلى الله، وهو من حملة كتاب الله، من رجال القرآن وأهل الله. اغتنم وجوده في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام، واغتنم تلك الأجواء الروحانية الربانية، فاستخرج هاتفه وبدأ يدعو لإخوانه، وبعض الناس يؤمنون يدعو لإخوانه الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة، لجرائم حرب يدينها كل عاقل من بني البشر، من الإنسان، من بني الإنسانية. يدعو على أولئك الذين اعتدوا على الأطفال والنساء والمساجد، والآخرون يؤمنون. فجأة يجد نفسه محاطا بمجموعة من أولئك الذين يسهرون على النظام من رجال الأمن. بعدها أخذ إلى مكان للتحقيق. قال: وانتقلت من الساعة الخامسة إلى ساعة متأخرة، يعني تقريبا شي 6 ساعات للاستنطاق، وتعجبت كيف يمكن أن يكون هذا الأمر أمر ممنوع. قال: والله لو كنت أعلم أنه ممنوعا وأخبروني ما دعوت، لم يخطر ببالي أبدا ولم يدر بخلدي أن هذا الأمر، الدعاء لإخواننا في مسجد رسول الله، يمكن أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتساءل بحسن نية: ما الذي فعلته كجريمة؟ هل هذا يعتبر جريمة؟ مسألة يندهش لها الإنسان المسلم. وقال: أنا ما خرجت هذه الفيديو لكي أتحدث عن أمر أو للشهرة بين الناس، ولكن قصده، يقول قصدي من هذا الفيديو هو أن أنبه جميع من يذهب إلى العمرة أن يحتاط، فإن مسألة الدعاء لمسألة الفلسطينيين وخاصة تسجيله عبر الهاتف أمر يمكن أن يودي به إلى ما أدى به ما فعلت أنا أيضا في السابق، فأنا عبرة لغيري، ولكن يمكن لساني أن يدعو بينه وبين ربه فقط إلى هذا الحد. يا الله. وفي الأخير أحيل إلى ما يسمى بهيئة الأمر والنهي، أمر ما عرفنا عنه، فقالوا له حينما سألوا: هل الذي فعلته جريمة؟ هل الدعاء للمسلمين في مسجد رسول الله جريمة؟ قالوا: إن هذا الأمر تريد منه الشهرة وكذا. قال: هل شققتم على قلبي؟ هل شققتم على قلبي كما قال في هذا الفيديو؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انطلاقا إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الفيديو نسجل الملاحظات التالية لكي نعرف واقعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على العاقل ما لم يكن، على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون بصيرا بزمانه. هيك يا سيدي. الحاجة الأولى: هذه أرض الحرمين،
هذه بلاد الإسلام، هذه منطلق دولة الإسلام، هذه الدولة الخالصة للإسلام التي لا يجتمع فيها دينان، هذه مهبط الوحي، هذه أرض الصحابة، فيها يمنع الإنسان الدعاء لإخوانه وقد ربط الله في القرآن بين بيت الله الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك يغضب بعض الناس حينما نقول لهم المفرط في المسجد الأقصى مفرط في المسجد الحرام، وذلك بناء على قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذا في النتيجة الأولى واسمها المفرط في المسجد الأقصى مفرط في المسجد الحرام، وهذا لم نعهده أبدا. عهدنا الكثير الكثير مما كان يؤلمنا ولا نريد أن نتحدث عنه، حفاظا على الهدوء. لكن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أرض الحرمين يمنع فيها الدعاء بهذه الطريقة للمسلمين وهم يبادون حرب إبادة، فماذا نقول عن الآخرين في غير أرض الحرمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، هذه الأرض حينما جاءت هذه الحكومة صارت تستقبل عيادا من الفسقة والفجرة من كل حدب وصوب، وفي هذه الأثناء التي يحدث فيها لإخواننا المسلمين في غزة ما يحدث والعالم يتفرج، تكون هذه المهرجانات وهذه الألعاب. وأكثر ما يؤلم أن يأتيك تصريحات من أولئك من مختلف الانتماءات والتوجهات أن هذا الأمر لا يعنيهم كما قال بعضهم، ويتهمون المقاومة من تلك الأرض ويقولون كما قال خطيب قباء في هذه الجمعة، قال كلاما عجيبا في مسجد قباء بمدينة رسول الله. اسمعوا إلى خطبة الجمعة لخطيب قباء لتعرفوا ماذا يحدث في تلك الأرض. لا إله إلا الله. ثالثا، من جملة الأمور التي يعجب لها الإنسان أنه كما قال بعضهم ممنوع أن يرفع العلم الفلسطيني، في حين لا بأس من رفع العلم الذي يشير إلى دولة العدوان الكيان المغتصب لأرضنا ولمقدساتنا والذي يعمل على طمس قضية فلسطين، آية في كتاب الله. لكن أنى لهم ذلك، فقد قيد الله تعالى هؤلاء الأسود الذين عروا عن كل مظاهر التخاذل التي ظهرت عيانا نهارا جهارا كالشمس في رابعة النهار. خامسا والأغرب، أنه خرج بعض المسؤولون في السياسة في تلك الأرض رغم كل ما يقع من مجازر أنهم مستمرون في خطوات التطبيع ويدفعون بها إلى الأمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الوقت الذي قامت دول كثيرة لا اشترك معها لا في اللغة ولا في الدين بقطع العلاقات مع هذا الكيان المغتصب، بوليفيا، الهندوراس، شيلي، سبحان الله، وأرض الحرمين، يصرح بعض مسؤوليها في السياسة أن هذه الأحداث لا يمكن أبدا أن تقف حجر عثرة في طريق مشروع التطبيع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نستطيع القول بلا مواربة أن ما يحدث لإخواننا هناك في فلسطين من هذه الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ البشرية إطلاقا، هذا الذي يحدث جزء أكبر منه يتحمله وتتحمله هذه الأنظمة. وغير خاف عليكم ما قال موسى أبو مرزوق، وأكرر هذا الكلام دائما، أن هنالك دول
ليس فقط لا تريد دعمنا، ولكن عياذا بالله تتواطى، وليس أي نوع من التواطؤ، ولكن تأمر الكيان بأن يمحقنا ويمسح المقاومة. دينيس روس خرج مؤخرا ليقول لقد أعطتني بعض الدول العربية مهلة، وخرجوا يقولون لقد أطلتم، أي أن عمليات استئصال المقاومة لم تنجز في الوقت المحدد. يا الله، فأسأل الله تعالى أن يفضح الخائنين للقضية، وأسأل الله أن ينصر إخواننا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.